طيب الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج المنصة، أهلا بكم. ما بين بارود الحرب وبرد الشتاء يقف النازحون باحثين عن بلاد تحميهم من رصاص البنادق وجلد الصقيع. مئات الآلاف من النازحين في اليمن يعيشون أوضاعا مأساوية بلا أدوية ولا أغذية ولا أغطية، ويأتي الشتاء ليفاقم من هذه المأساة في كل عام حاملا معه البرد إلى خيامهم البسيطة دون أن يستعدوا للمواجهة إلا ببعض ما يجود به بفاعلو الخير والقائمون على المبادرات الشبابية التي لا ترقى إلى حجم المأساة ولا تغطي سوى الجزء اليسير من احتياجات النازحين من الفرش والأغطية والملابس الشتوية. كيف يواجه النازحون برد الشتاء؟ وما الدور المجتمع والمبادرات الشبابية في التخفيف عنهم؟ وما أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجه القائمين على هذه المبادرات؟ سيكون هذا الموضوع لموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، حيث نحاول في هذه الحلقة أن نضعكم في الصورة الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها النازحون من ديارهم إلى خيام العراء جراء الحرب. لكن قبل استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إذن ينضم إلينا الآن ياسر المقرن، ناشط مجتمعي من صنعاء. ياسر، إذن بداية نرحب بك في هذه الحلقة معنا وفي هذا الموضوع لنناقشه سويا. سؤالي لك ياسر، بداية من خلال متابعتك لوضع النازحين، ضعنا في الصورة. في البداية نقدم الشكر لقناتكم الكريمة ولكاظمكم الشاعري على تطرقها لهذا الملف الإنساني الهام. أهلا بك. أما بالنسبة للشتاء ومشاكل النازحين، فكل عام يأتي الشتاء وقد استعد له الجميع، أما بالتكييف الكهربائية أو الغازية أو بالملابس والبطانيات، لكن أن تكون نازح دون مأوى وفي وطن بلا كهرباء فهذه قمة الوجع والمعاناة. فالنازحون منقسمون إلى قسمين، فمنهم من يسكن في مخيمات لا تصلح للحياة الآدمية وتفتقر لأدنى وسائل العيش، ومنهم من قصد رواح المدن نظرا لارتفاع العيارات في مراكز المدن، فلجوا إلى أماكن بعيدة في رواح المدن. فالحرب والفقر جردهم من كل ممتلكاتهم، فهم يعتمدون على وسائل المساعدة الإنسانية سواء المقدمة من المجتمع أو تلك التي تأتي من المنظمة الإنسانية. نعم ياسر، يعني برأيك الحرب كيف أثرت على هؤلاء النازحين ووضعهم؟ هؤلاء كانوا قوم أعزاء، كانوا يعيشون يمتلكون منازلهم، لكنهم خونوا مرتين، خانتهم الحرب وخانتهم الجغرافيا بوقوع مساكنهم في أماكن التماس. وبالتالي نظرا لاستمرار الحرب لخمس سنوات فقد جردوا من كل ممتلكاتهم، باعوا كل ممتلكاتهم على وعسى ان يجدوا فرصه ان تتوقف الحرب ليعودوا الى اوطانهم، لكن دون جدوى. ياسر، يعني حدثنا لو كان لك تجربه في هذه المبادرات مع النازحين ومع المشردين والفقراء في الشوارع. وكان لدينا مبادرات شبابية، كنا نجمع يعني بعض الملابس المستخدمة أو الأثاث المستخدم من بعض المواطنين ونوزعها قدر الإمكان، ولكن المبادرات الشبابية هي تكون مثمرة أكثر في ظل الأوضاع العادية. أما في ظل وضع حرب ونازحين فالمطلبات اكثر من امكانيات المبادرات الشبابيه، تحتاج لدور وطني، تحتاج لدور دولي الى اخره. ياسر المقرن، الناشط المجتمعي، اشكرك، كنت معنا من صنعاء. وتنضم الينا وئام المقطري من بريطانيا، ناشطه مجتمعيه. اذن وئام اهلا بك في هذه الحلقه معنا، حدثينا عن هذه التجربه ان كان لك تجربه، وانت ترين هذه التجربة وهذا العناء والمعاناة مع النازحين والفقراء من خارج المجتمع وأنت في بريطانيا. السلام عليكم. خلال
يعني ما أشوف اللي حاصل في اليمن إنه النازحين متشردين متضررين بخلال الحرب اللي حاصل. في ناس كثير من غير تغذية، من غير ملابس، من غير بيوت، وهذا الشيء إحنا كناشطين نتضرر معاهم. يعني وئام، مبادراتكم أو يعني جهودكم تتوقف من خلال أو يعني تنحصر من في يعني نقول دعم هؤلاء هذه المبادرات ماديا أم فقط معنويا من خلال التشجيع والمنشورات والحديث الناس أو يعني تفهيم الناس معنى هذه المبادرات ومدى جدواها؟ مبادرة احنا بدينا في مبادرة اسمها الناس للناس تحت مشروع خير الناس للناس، انه بدينا نجمع ملابس، بطانيات، مواد غذائية، الأشياء اللي النازحين واللي هم متشردين محتاجينها. طبعا نحاول ان احنا نحصل دعم من تجار، من بيناتنا بين كشباب متطوعين، بس هذه السنة للأسف ما قدرناش نحصل أكثر عدد من المساعدات بحكم كل السنين. خلال الخمس سنين الأخرى كنا نحصل دعم من تجار ومن ناس، بس للأسف هذه السنة قلت كثير. وئام، ما الأسباب التي جعلت ذلك يقل كثيرا، يعني المساعدات من قبل الناس وخاصة وهم في بريطانيا، يعني لم يتغير الوضع لديهم؟ هذا السؤال حلو كويس. ما أدريش ليش الناس بدأت قلوبها تقصي وما عاد تبغيش تساعد، وفي ناس اللي كانت داعمين لنا أصبحت تشتي حد يدعمها ويقول لك إنه الحرب يعني سنة بعد سنة يزداد الوضع سوء في بلادنا، يعني كم بنجس نساعد من هذه الأشياء؟ نعم وئام. وئام، هل وضعتم خططا يعني بشكل فردي أو بشكل جماعي منظم وإداري لاستمرار هذه المبادرات والاستمرار في دعم هذه الفئات؟ نعم، رحنا مستمرين في المبادرة وفي دعمنا للناس المحتاجين والنازحين، وإن شاء الله يعني بنحاول إن إحنا نجمع قدر ما ممكن من أشياء، بس نحصل صعوبات. مثلا لما نجمع من الخارج، مثلا من بريطانيا ولا من ماليزيا ولا من تركيا، نحصل صعوبات إن إحنا نشحنهم لليمن، بس مع ذلك الصعوبات إنه إحنا لسه يد واحدة إحنا وبعض الشباب، ونحاول نفعل قدر ما نقدر بمساعدة الناس اللي صدق تحتاج مساعدة رحنا. نعم، الجميع يتفهم هذه الصعوبات التي تواجه المبادرين في إيصال المساعدات إلى محتاجيها. ولكن أخيرا وئام، سؤال أخير لك، رسالة تحبين أن توصليها إلى الداعمين وإلى رجال الأعمال والمبادرين في هذه المبادرات التي قد تمنح الحياة للآخرين؟ أحب أن أقدم رسالتي للجميع المواطنين، خلونا نحن يد في يد نساعد بعض ونساهم في مساعدة الناس. اليوم في الغريب، بكرة يمكن واحد فينا، واحد من أهلنا، في الرجاء أن نكون متكاتفين ويد واحدة ونساعد بأقدر بأشي حتى لو بسيط. وأحب أقدم رسالتي للتجار ورجال الأعمال، تعاونوا مع المبادرات الشبابية، لأنه صدق إحنا حابين نساعد الناس، وكل من ساعد الناس ربي بيفتح علينا أبواب الخير. وئام المقطري، حدثينا من بريطانيا كناشطة مجتمعية، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا مروان الجريدي من صنعاء، وهو عضو في مبادرة فيك الخير. مروان، أهلا بك معنا في هذه الحلقة، حدثنا عن تجربتك وتجربة زملائك في هذه المبادرة. أهلا وسهلا، تفضل. كوني أحد أعضاء مبادرة ممتازة كمبادرة فيك الخير، جعلني حرفيا أستشعر المعنى العميق للإنسانية في الوطن العربي بشكل خاص، ويعني بشكل أخص في اليمن.
لأنه عندنا في مبادرة فيت الخير لدينا عدة أهداف تتلخص في مثلا كفالة الأيتام، توزيع بطانيات على الناس يعني الفقراء اللي ناموا في الشارع، سلال غذائية في رمضان، كسوة العيد، سلال غذائية للنازحين في عدة محافظات وكان أبرزها في محافظة صنعاء ومحافظة رداء، وترميم المدارس وحقائب مدرسية للطلاب يعني الغير قادرين على توفير الحقائب المدرسية. مروان، إذا يعني إن لم تكن هذه المبادرات موجودة، كيف كان النازحون أو كيف يواجهون هذا البرد وهذا الشتاء؟ أهمية المبادرات الخيرية وخصوصا المبادرات التي تقوم على أساس إنساني وصادق كمبادرة فيك الخير تتلخص في كالتالي، لأنه عندما قمت أنا مثلا يعني بزيارة النازحين الذين يسكنون في المدارس شفت أنه يعني حالتهم جدا جدا صعبة، ما أقدر أني حتى أوصفها، وهذا يعني في غياب يعني في غياب المجتمع وفي غياب الوعي بشكل عام. فإحنا في مبادرة فيك الخير بنقدر يعني نحن نوفر لهؤلاء الناس الشيء الذي نقدر عليه من الناس الداعمين اللي بيدعمونا. فحرفيا بتتغير يعني بعض أحوال الناس من النازحين أو من الأطفال، وبنقدر إنه نحط أثر إيجابي ملموس في حياتهم. مروان، في مبادرتكم لا شك أن هناك تقييم لعملكم، تقييم يعني فيما بعد يعني إنهائكم لهذا التوزيع ولهذه المساعدات، هل تجدون أن مبادرتكم أن يعني تغطي احتياجات هؤلاء الناس خصوصا في الشتاء؟ نحن نتكلم عن توزيع مثلا ملابس أو بطانيات أو ما يخص الشتاء. أكيد بالنسبة لتوزيع البطانيات في فصل الشتاء هذا تعتبر الحملة الثالثة التي قد قمنا بها. الحمد لله، شوف الواقع هو الذي يعني يثبت أثر فيك الخير، لأنه لما تمشي في الشارع وتشوف يعني الناس اللي بيناموا كانوا يناموا على كراتين وكذا، لما تشوفهم يعني متلحفين بالبطانيات تشعر أنت كفرد من هذا المبادرة يعني تشعر بشعور إيجابي، بشعور انك عملت اثر ملموس. فالتقييم هو يجي يعني من الناس اللي يعني بيشوفوا الاثر في الشارع اولا، وثانيا يعني من المحتاجين انفسهم، يعني الدعوات يعني الحمد لله بتوصل لنا واثرها بيكون ملموس في حياتنا بالانجازات اللي بنحققها. مروان، اخيرا يعني انتم كمبادره فيك الخير لا شك ان لكم صلات بمبادرات اخرى تقوم بنفس العمل او في اعمال اخرى من هذا القبيل، ما ابرز الصعوبات التي تواجهونها اثناء ممارستكم او تنفيذكم لمبادرتكم؟ بالنسبه للحملات او المؤسسات يعني المساهمه فهو يعني في عده جهات لا احب يعني ان اذكر الاسم، ولكن بالنسبه للصعوبات هو يعني كيف انه نقنع المجتمع انه يعني يتبرع او انه يساعد او يكون جزء من هذا المبادره بالشيء الذي يقدر عليه. فاحنا بنقوم بنزول ميداني منظم يعني مناطق يعني بالترتيب، وبنقوم يعني باخذ صور ونشرها يعني في الحسابات، والحمد لله يعني بعد فتره قليله من الزمن يعني نلقى الدعم المناسب، ونقوم يعني بتوزيع السلال سواء كانت سلال او حقائب غذاء او حقائب مدرسيه او بطانيه والى اخره. وكمان نقوم يعني باخذ الصور عشان يعني نشوف او بالاصح نوري العالم انه ايش ممكن المبادره الخيريه انها تسوي من تاثير. عضو مبادره فيك الخير مروان الجريدي، كنت معنا من صنعاء، اشكرك جزيل الشكر. وينضم إلينا أيضا رضوان حبيش، صحفي ينضم إلينا من الجزائر. رضوان، أهلا بك في حلقتنا لهذا اليوم، وموضوع معاناة النازحين في الشتاء وأيضا الفقراء والمحتاجين. بداية رضوان، هل لك مشاركة في هذا المجال؟ مساء الخير سيدي العزيز والمتابعين الكرام، شكرا على إتاحة الفرصة. فيما يخص موضوع النازحين صراحة هو موضوع يؤلم جميع المواطنين، خصوصا
أن الحرب اللعينة شنعاء التي أكلت الأخ الكوريا باسم أمن النازحين في انقطاع أو في توقف الحرب. نخص بالذكر أن المحافظات الشمالية منها محافظة تعز والضالع والسفيدة هي أكبر أو أكثر المناطق المعرضة للخطر وأيضا أكثر نزوحا للمواطنين. احتياجات المواطنين أو النازحين في هذه المحافظات لها عدة أمور. بحسب منظمة الهجرة الدولية هناك أكثر من 3 مليون نازح يمني داخل الوطن يعانون من البرد والجوع والمخافة. غياب الرقابة المؤسسات الدولة في الوطن جعلت من تفاقم الوضع بشكل مزري. كانت هناك مشاركات أو مبادرات شبابية لي قبل السفر من اليمن. عملنا على مبادرة تبرع بالدم لمرضى الثلاثينيات العاصمة صنعاء. واجهنا فيها صعوبات كثيرة. حلو؟ نعم رضوان أسمعك. واجهنا صعوبات كثيرة وخصوصا صيد جماعة أو ميليشيا الحوثي. وأنتم تعلمون جيدا التضييق المستمر. نعم رضوان، إذن هل لك رسالة يعني ونحن نرى هذه الصور رسالة إلى فاعلي الخير ورجال الأعمال والمجتمع بشكل عام تحب أن توصلها في إطار هذه المبادرات؟ سيدي الكريم، والله أدعو الشباب للاستمرار في هذه المبادرات الفردية أو الجماعية لأنها أصبحت البديل في هذا الوضع القائم. أيضا أدعو الشباب في كل البلاد العربية والأجنبية لدعم وتشجيع الشباب داخل الوطن. أيضا أدعو رجال الأعمال ليسوا قادرين على كل حال في قصور الرياض أو في صنعاء أو في مصر. أدعو رجال الأعمال الذين نشهد لهم بالكفاءة وحبهم للوطن بدعم هذه المبادرات الفردية والشبابية والتي يتوجب عليهم الدعم بشتى الطرق. لذلك أتمنى أخيرا أتمنى من رجال الأعمال لأنهم والمقتربون لأنهم الأرض الوحيد في تخفيف معاناة النازحين في مختلف المحافظات الجمهورية. إذن أشكرك رضوان حبيش، كنت معنا من الجزائر. ينضم إلينا أيضا محمد المياس من تعز. محمد أهلا بك معنا اليوم. هل تجدون تشجيعا من المجتمع في هذه المبادرات وأنتم تعملون فيها؟ مرحبا أسامة ومرحبا بجميع مشاهدين قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك. بداية أحب أن أتحدث عن عشرات الآلاف من الأسر النازحة التي تعيش معاناة صعبة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. هذه الأسر شردت من منازلها وفقدت مصادر دخلها وأصبحت تعيش في مخيمات لا تقيها حرارة الشمس أو قساوة البرد. بالنسبة للمجتمع، المجتمع هو ربما يكون متعاون ولكن الحالة المعيشية أصابت المجتمع بشكل عام بسبب الحرب. ربما قد يكون المجتمع متعاون لكن الحالة المادية في المجتمع هي يعني أما جميع الشرائح في المجتمع تعاني بسبب الحرب. محمد، أنت هل تعمل في إحدى هذه المبادرات أو سبق لك ذلك؟ سبق لي سابقا كنت أتعامل في المبادرات وكان هناك تعاون بسيط من قبل المجتمع ولكن هناك تقصير هناك من قبل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية لا تقوم بدورها الكامل في هذا الجانب. النازحون معاناتهم تتفاقم كل يوم. الدور الذي نقوم به نحن كنشطاء أو كعمال أعضاء في المبادرات لا يرتقي إلى يعني القدر الكافي الذي يحتاجه هؤلاء النازحون الذين يعانون. إذن يعني محمد، أنت كعضو سابق في مبادرة، ما الذي تتمنى أنت وأمثالك من المجتمع؟ نتمنى أن يكون هناك عمل من قبل المنظمات الدولية أو المحلية التي لها مكانة في المجتمع ولها دعم من قبل المنظمات الخارجية
أن يكون هناك نزول إلى الشارع وإلى نزول الأماكن النازحين ودعمهم والنظر إلى حالاتهم. هناك بعض الدعم يوصل من المنظمات من قبل المنظمات إلى جهات ربما لا تقوم بإيصالها إلى المحتاجين النازحون المحتاجون. هناك أيضا مثلا في قبل حوالي شهر لاحظنا أنه يتم توزيع السلة الغذائية منتهية الصلاحية على بعض يعني على بعض النازحين في منطقة صبر. هناك يعني نوع من التقاعس أو نوع من التقاعس من قبل الجهات التي تقوم بدعم هذه المنظمات أو من قبل أو أيضا السلطة المحلية في محافظة تعز. إذا أشكرك محمد مياس على المياس على مشاركتك معنا، كنت معنا من تعز. وفي الموضوع ذاته طرحنا سؤالا على صفحة الفيسبوك، نستعرض لكم بعض التعليقات كإجابة عن ما نشرناه على صفحتنا في الفيسبوك. يقول تاج عبد الله: أسأل الله أن يخفف عليهم البرد، أما أنه في مبادرة ما قد سمعت ولا بصرت في منظمة دولية بتساوم على أنه تفعل مشاريع والمشاريع هذه، لكن أتمنى من قلبي أن أقدر أساعدهم وأساعد أي محتاج حتى ولو في المستقبل. أيضا معنا تعليق آخر يقول فيه، تقول تشكى: بحسب الفريق اللي أنا فيه هذه السنة قمنا بتوزيع ملابس شتوية وبطانيات لحوالي 50 أسرة بما يقارب 500 مستهدف من مشردين ونازحين، وتعتبر تغطية لا بأس بها. أيضا من المشاركات والتعليقات التي وصلتنا من عبد الناصر المخلاف يقول: اللي يشتي يدخل الجنة حافي، يخرج بين هذا البرد ويشل معاه جمشة بطانيات ويلف الشوارع يشوف من يناموا على الرصيف ويجمشهم ويخفف عليهم، ارحمهم يا الله. وينضم إلينا نبيل الفقي من السعودية وهو صحفي. نبيل أهلا بك معنا اليوم، حدثنا عن تجربتك في المبادرات أو عن نظرتك لهذه المبادرات إن لم تكن قد شاركت فيها. السلام الله عليك في الكريم وعلى المشاهدين الكرام. بالنسبة لي لم أتشرف في خدمة هذه المبادرات، ولكن الشواهد كثيرة يعني، وما نراه من المبادرات الذاتية لأبناء الشعب في تكافلاتهم فيما بينهم، أما عن المنظمات الإغاثية وغيرها وهذا هذا شيء آخر سأتحدث عنه في آخر مداخلتي. المبادرة الشبابية التي رأيناها تتجسد سواء في أنا رأيتهم بنفسي مثلا في مأرب، وهم مثلا عند قاعدة بيانات وغيرها، وإلى الجمعيات والتواصل مع المنظمات وغيرهم لإيواء النازحين. و هناك مبادرات كثيرة سواء في جانب الإغاثي أو الجانب الإرشادي، هناك مبادرات كذلك ثقافية وغيرها، مبادرات الشباب بنفسهم. هناك طاقات لو تستغلها الحكومة أو تستغلها وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، مبادرات يعني تدخل في مشاريع عدة ناتجة عن تجارب وعن الواقع الذي نعيشه. أما إذا ما تكلمنا عن مثلا نحن في اليمن مثلا دخلنا حرب ونحن في أزمة اقتصادية خانقة، وإلى الآن يعني ودخلنا في أزمة وكذلك في تدهور اقتصادي حاد، وما أنت تتكلم مثلا بعد 5 سنوات 3.5 مليون نازح، وكذلك في هذا العام فقط 300,000 نازح حسب الإحصائيات أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يذهبوا إلى دول ولم يكن على أي دولة، لكن المبادرة الذاتية والفاعلين الخير والشبابية وغيرهم من ساعدوا هؤلاء النازحين، سواء أنا رأيتهم مثلا في مأرب، كذلك في تعز، في عدن، في الحديدة، عندنا مثلا في إب، مساعدة من هنا مع أنه يحتاجون للكثير والكثير، لكن المبادرة حتى لو كانت قليلة وهي ذاتية. أما عن المنظمات وهذه فأصبحت المنظمات عبارة عن شركات مقاولات تدير هذه الغازات بأدوية فاسدة وغيرهم. يعني جاءت منظمة المنظمات إلى بيتي وأنا مثلا في مأرب،
وإحصائية وبيانات وسجلنا لهم كل شيء، وعادوا بعد أسبوعين وبالأخير حصلنا على 3 قوالب صابون لا غير، فقط لثلاثة أفراد من الأسرة لكي لا يصابوا بالبكتيريا هذه، ولها مشاريع ولها غيرها. هذه مثلا المنظمات أصبحت يعني نعم على نبيل. حسب وجاءنا لولا المبادرة الشبابية الآن نعم. هك الشعب ب يعني بالنازحين وغيرهم، لكن أنا على المنظمات وهذه هناك يعني لعب على جروح الشعب. أصبحت اليمن سلة لكل منظمات الإغاثية وغيرها، فقط لا ترى منها إلا ما سبق وتجارة أخرى تماما لهذه المنظمات. نعم النازحين دخلنا على مثلا دعني أسألك نبيل، وهناك نعم نبيل هل تسمعني؟ دعني أسألك، يعني ما الذي يجعل المبادرات يعني عملها بهذا الشكل، يعني أن تخدم أصحابها حسب قولك؟ أنا عندما تكلمت عن المبادرة الشبابية هي مبادرة رائعة وفي أكثر من مكان، عندما تكلمنا عن المبادرة بشكل عام هذا شيء آخر ويفتح الموضوع على مطرح، لكن عندما تكلمت في الجانب الذاتي مثلا للمنظمات هناك فساد كبير وغيره ووفاح وأرقام مهولة، ولم يجب لليمن أو اليمنيين شيء منها وأصبح يلعب على جروح. لكن المبادرة الشبابية الذي تجسدت مثلا انا اتكلم عن منطقتي او مناطق اخرى، رصفوا طرق بنوا خزانه المياه، وكلها مبادره شبابيه وافكار من الشباب ومبادره ذاتيه، اسهموا في حالات مرضيه في جمع الفلوس وغيرهم خاصه المغتربين، دليل على ان الشعب لا زال يحافظ على قيمه واخلاقه وعنده من القيم ما يحملها مهما يعني تغيرت الظروف او الحرب او الافكار الدخيله على مجتمعنا وغيرهم، لا زال في المجتمع خير، لا زال في الخير الكثير. لكن الوضع يزداد يوما بعد يوم، ونحن يعني الشرعيه عبر وزارتها حقوق الانسان او غيرها الاغاثيه او الاداره المحليه وغيرها، يعني لا حول لهم ولا قوه، لم يفعلوا شيء تجاه النازحين هؤلاء الذين مثلا نزحوا من الحديده اثناء الحرب الى تعز الى عدن او الى مأرب، ومن نزحوا واكثر المأرب عندما نتكلم عنها دائما لان اكثر النازحين الى هناك، كذلك محافظه اب الذين اتوا من تعز وغيرها لم تكن حضورها فعال ولم يذكر لها، والحوثي زاد من المعاناه هذه بان له 40 منظمه تعمل لصالحه، استطاع ان يعمل مشاريع او يصنع مشاريع ويستجلب الاموال وياتيها الى مرتزقته الذين هم في الجبال، فمن يذهب الى الجبال يحصل على سلات نبيل وغيرها. وانت كصحفي نبيل اسالك، وانت كصحفي لا شك ان لك تقييم لهذه المبادرات، ما الذي ينقص هذه المبادرات لتكون بشكل افضل او لتوصل المساعدات للمحتاجين وتؤمن لهم ما ينقصهم؟ هل تقصد المبادرة الذاتية أم المبادرة المنظمات وغيرها؟ بشكل عام ولك التجزيء. بالنسبة للمبادرة الذاتية ينقصها التخطيط والإدارة وغيرها، فهي في بعضها عفوية ولم يعني تسجل مثلا قاعدة بيانات أو غيرها، هي حالة طارئة، فيذهب مجموعة من الشباب إلى تبرعات وغيرها، كذلك مشروع مياه، كذلك رصف طرقات فيما بعضها مبادرة شبابية ذاتية، أو للنازحين مثلا عندما نتكلم عن النازحين بشكل خاص، مثلا عندنا في إيب هناك مطابخ أو مطاعم أعدت لمطابخ خيرها، جمعوا أموال من المغتربين وأصحاب المال وأصحاب وله عدة وجبات، يعني أنا أذكر مثلا في رمضان كان مطبخ يسمى مطبخ أطال الخيري وصل إلى أكثر من 3000 أسرة أو 5000 أسرة وجبة إفطار وغيرها. نبيل ينقصها أخيرا نبيل الرسمي، ينقصها المبادرة الذاتية، ينقصها المال من أصحاب الخير وغيرها، وكذلك التنظيم الإداري وغيرها، حتى جميل. تظهر أنها مبادرات
جديرة أن تتحول إلى مشاريع. أخيراً نبيل، أنتم كصحفيين كيف تخدمون أو تساعدون هذه المبادرات لتقوم بعملها على أكمل وجه؟ هذا مهم جدا. نعم، وافق الرأي كصحفيين أو أنتم كإعلام أو الإعلام بشكل عام، أن يساعد بمثلا مثل بالبرامج الشوك وكذلك إدراج مثل هذه القضايا، تسليط الضوء عليها بتقارير ميدانية وغيرها، تسليط على حالة من حالات المبادرات الشبابية الناجحة لكي يعرف الجميع مثلا مثل هذه المبادرات الشبابية، حتى الناس يتحفز تنقل فكرة أخرى إلى مجتمع آخر. يعني أنا كمثلا عندنا صندوق خيري مثلا في قرية مثلا، عندما سمعوا الآخرين بصندوق خيري جمع صندوق خيري، وكلهم من أصحاب رواتب قليلة وبعضهم لا يجد يعني الراتب كما يعرف الجميع منقطع، لكن بعضهم أصحاب دخل بسيط. ولكن المبادرة هذه عندما يعرف عليها، وخاصة عندنا مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلام وغيره، عندما يسلط الضوء على مبادرة من المبادرات يتفاعل الناس ويذهب لتقليد هذا الفعل، فهذا مهم جدا في الإعلام وغيره. إذن أشكرك نبيل الفقيه صحفي، كنت معنا من السعودية. ومعنا أيضا أمت الرحمن العفوري من تعز ناشطة اجتماعية. أمت الرحمن، حدثينا عن مبادراتك أو مشاركتك في هذه المبادرات، وعن تجربة يعني أمثالك وأصدقائك وصديقاتك في هذه أو في هذا المجال. في البداية يسعد مساءكم جميعا. أهلا بك. وسعيدة جدا أن أنا معكم اليوم لأقول جزء من واقع معاناة النازحين على أرض الواقع. أشكركم على تسليط الضوء على هذه القضية اللي هي قضية النازحين ومعاناتهم في أيام الشتاء. طبعا بالنسبة لمعاناة النازحين التي تتفاقم في أيام الشتاء، هي ليست وليدة اليوم، فمنذ 5 سنوات والمعاناة مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم. ونحن في المبادرات، سواء مبادرتي أنا شخصيا أو المبادرات الشبابية العاملة في الميدان أو ناشطين مجتمعيين، في كل بداية صيف يعني نرى أنه نطلق مناشدات، سواء من مبادراتنا أو عن طريق المناشدات الشخصية لإنقاذ الأهالي النازحين، سواء كانوا في المخيمات أو في الساكنين في البيوت المكشوفة أو المجدلين في الشوارع، لاتخاذ دائما التدابير اللازمة للحد من أثر العواصف والأمطار على من خلال تأهيل المخيمات والتي تعصف بهم عوامل الطقس، وكذلك توفير بطانيات وجواكت لهم. لكن للأسف الشديد يعني نحن في كل سنة نطلق المناشدات والنداءات المستمرة، لكن لم يكون هناك أي تلقي أو رد لأصواتنا من الجهات الحكومية سواء أو المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. دائما يكونون السباقون لهذا العمل هم فاعلين الخير، سواء عن مواقع التواصل الاجتماعي أو فاعلين الخير يعني في المجتمع. فنحن في مبادرتنا، مبادرة الروضة التنموية، استطعنا يعني خلال عدة سنوات أننا نشارك في حملة الشتاء وتوزيع سواء جواكت أو حقائب شتوية أو بطانيات حسب الاستطاعة. يعني احنا لا نمجد أنفسنا أننا نستطيع أن نغطي مساحات كبيرة. نعم، أمت الرحمن. لكننا أنت كعاملة في الميدان، أنت وأصدقائك وصديقاتك وكثير من المبادرات، ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم أثناء تنفيذ أعمالكم وممارستها؟ طبعا بالنسبة للمبادرات الشبابية، هي أكثر صعوبة تواجهها عدم توفر الدعم، هذا أولا. ثانيا أنه ما يكونش في ثقة بالمبادرات. يعني أنا مثلا عندما أجي أقدم إلى مؤسسة أو منظمة، هي ما تقدمليش الدعم بسهولة بحكم أنه أنا مبادرة شبابية مش مؤسسة، ما عنديش ترخيص، ما عنديش أوراق رسمية يتم التعامل معي مباشرة.
فهنا دائما ما تلقيش الدعم، المبادرات دائما ما تلقيش الدعم سواء من مؤسسات حكومية أو منظمات دولية، دائما يعني الدعم المبادرات يكون دعم ذاتي أو عن طريق فاعل خير. أمة الرحمن، ما الحلول التي وضعتموها لتستمروا في هذا الدعم للنازحين والمشردين والفقراء في الشوارع في هذا الشتاء؟ طبعا نحن كما قلت سابقا انه منبرنا الاساسي ومنصتنا الاساسيه هي مواقع التواصل الاجتماعي. اكثر شيء الناس دائما، صحيح انهم لا شعارنا انهم ما يؤمنوش بما نقول، لكنهم دائما يؤمنون بما نفعل. اذا دائما عمت الرحمن وانت تكوين يعني هذا الموضوع لمرتين، هناك سؤال ملح، ما الذي جعل الناس لا يثقون بالمبادرات؟ هي مش قضية الثقة بقدر إنه المبادرات الشبابية ما يجدش معاهم تصاريح، ونحن ما عندناش كمنظمة خاصة، منظمة دولية تقول لك أنا مستحيل أعمل مع مبادرة شبابية، ما عنديش ترخيص، ما عنديش مقر، ما عنديش أوراق رسمية حيث إنه يتم التعامل مع أننا في المبادرات الشبابية في أغلب الأوقات نحقق إنجازات، ليس مدحا في الشباب، ولكننا نستطيع أن نحقق إنجازات أكثر ما تحققه المؤسسات العاملة في الميدان، لأننا نعم. نحن كشباب كمبادرة شبابية وكشباب طوعيين دائما نحن الأقرب للناس، ونعمل في حالة الطوارئ. يعني المؤسسة أو المنظمة قد تكون معها خطة سنوية تعمل عليها، فحتى إذا حدث حاجة طارئ في أغلب الأوقات المؤسسات والمنظمات ما يقومش بتلبية الحالات الطارئة. نعم أمة الرحمن، شباب أي أعمال طارئة نقوم بتلبيتها عن طريق فاعلين الخير. أخيرا أمة الرحمن، كناشطة في هذه المبادرات، ما الرسالة التي تودين أن توصلينها عبر المنصة لرجال الأعمال وفاعلي الخير والمجتمع بشكل عام؟ طبعا أول شيء والرسالة الأهم إنه الإيمان بقدرات الشباب، لأن الشباب بالفعل هم عمد المستقبل، وهم دائما السباقون لكل عمل تطوعي خيري. فأغلب الآن نحن في المبادرة الشبابية جميع كل الأعمال التي نقوم فيها هي أعمال طوعية ذاتية، حتى المواصلات، يعني تشوف الشاب يأتي المواصلات من جيبه. فهذه الأشياء وهذا الحافز وهذا الطاقة لابد أنه تنمى، ولابد أنه يكون في لهم دعم بحيث أنه يتم مواصلة العمل، لأنه الإنسان مهما كان أشكرك يعني أمة الرحمن، مهما كان عنده يحب الخير فيصل لمرحلة أنه كم بجلس أنا أعمل من عندي. وصلت الفكرة. هذه الجانب تحتاج مننا أنه من الجميع أنه يهتم بالشباب في هذه الناحية، ويقدم لهم الدعم ويقدم لهم المساعدة ويساندهم في الاستمرار بالعمل. أما بالنسبة للمنظمات والمؤسسات، أنا أتمنى أنه كل منظمة أو مؤسسة تعمل بمسؤوليتها وتعمل بضمير، لأنه للأسف الشديد يعني واقعنا أصبح سيء جدا. أشكرك أمة الرحمن، وحديثنا عن المبادرات بشكل خاص أشكرك أمة الرحمن، ناشطة مجتمعية كنت معنا من تعز. وفي المشاركة الأخيرة ينضم إلينا عبد السلام رزاز. عبد السلام، مرحبا بك معنا، حدثنا عن مشاركتك في هذه المبادرة أو عن نظرتك لهذه المبادرات. في البداية أشكر القائمين على هذا البرنامج الرائع. أنا شاركت بعدة أنشطة للمبادرة، كان آخر نشاط لي وزعنا بطانيات على المرضى بالمستشفيات، الأطفال، يعني كله كان عمل طلابي. نعم. طلاب اجتمعنا مع بعض، قلنا يعني لازم نحن نعمل حاجة لهذا الأمراض في المستشفيات. فالحمد لله جمعنا مبلغ بسيط، واستطعنا نحن نوزع أكثر من 30 بطانية على المرضى بالمستشفيات. طبعا كان خاص بالأطفال، يعني من سن العاشرة، تحت سن العاشرة. نعم عبد السلام، أنتم كمبادرة ناشئة المبادرة الشبابية
كيف استطعتم إقناع الناس وفاعلي الخير بدعم مبادرتكم؟ بالحقيقة كان الدعم كامل كان لروح شبابية، يعني احنا لم نتجه لأي مؤسسة أو لأي شخص إنه يدعمنا، يعني احنا كطلاب يعني فكرنا إنه لازم واحد يعمل حاجة لهذا المجتمع. ف يعني كنت أكلم أصحابي، احنا معانا احنا الآن نداوم بالمستشفيات ندرس، في ناس حالتهم صعبة تمام، فجمعنا منهم ضلط، كانوا الشباب متفاعلين جدا، وكل شباب يعني أنت خاصة مثلا كطالب، يعني إنه لو مطالب يتبرع لك بمبلغ مادي من راتبه مصروفه الشهري، فيعني صراحة حصلنا طلاب متفاعلين جدا وتبرعوا بشكل يعني كبير. عبد السلام، في أوضاع تعز في هذه الفترة ومع الشتاء، كيف تجد وضع النازحين والمشردين والفقراء في المدينة؟ أنا في صنعاء، المشردين يعني هنا يعني الوضع صعب جدا، يعني كنازح أو مشرد، يعني أنت تخيل إنسان بسبب الأوضاع اللي تعيش البلاد، إنسان ترك بيته، ترك أرضه، منزله، وهاجر إلى منطقة أخرى، إيش اللي بيحمل معه؟ لا بيحمل معه لا أثاث، ولا بيحمل معه أي حاجة، يصل داخل المدينة يستأجر له دكان صغير، يعني بدون الدكان بدون أي الدكان هذا ما يكون مقتسم يعني تمام ولا شيء، البرد يكون شديد جدا عليهم. نعم عبد السلام، إذن أشكرك عبد السلام رزاز لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.